بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده هنبدا مع بعض اول درس في الفوتوشوب. بس هو اول درس ده يعني مش هيكون فيه حاجه مهمه قوي، احنا هنتعلم مع بعض بس مقدمه كده على الفوتوشوب، ايه هو الفوتوشوب مثلا ومين اللي بيستخدمه كده يعني. ف هنتعرف مثلا يعني ايه طيب فوتوشوب، او هو ايه اللي بيستخدمه. هو اللي فوتوشوب ده برنامج من احدى برامج شركة ادوبي. يعني البرنامج ده بيختص ان احنا بنعدل عليه او بنصلح فيه الصور، يعني نعالجها كده، يعني نعمل عليه عمليات، يعني رتوش، تحرير، انشاء صور، رسومات يعني. وكان الغرض الوحيد من البرنامج هو تعديل الصور اللي هي الفوتوغرافية، تمام، وان انا اضيف عليها رتوش او بعد ما اخدها مثلا بالكاميرا. لكن مع مرور السنين البرنامج بقى ليه حاجات يعني ايه تانية كتير، وليه وظائف، ادوات، تأثيرات يعني كتيرة جدا. وممكن دلوقتي عن طريق البرنامج ده يعني انشئ صورة من يعني بالكامل، بدل ما انا كنت بعدل بس مثلا، او باخد صوره من الكاميرا بتاعتي وافضل اعدل عليها مثلا. لا، انا ممكن انشئ صوره يعني بنفسي من اول بيكسل لحد اخر بيكسل عادي جدا يعني. وانا ممكن اعدل على الصور الخطيه، صور جاهزه، صور فوتوغرافيه، اي صور، تمام. وبرضو انا ممكن اخد صوره او رسمه سكان بالسكانر يعني، واحطها على الجهاز واعدل فيها برضو زي ما انا عايز. يعني مثلا انا لو رسام برسم يعني بايدي مثلا، او راجل بعمل شغل لافتات او كده، ممكن اعمل خط او الصور اللي انا يعني عايزها دي، تمام، واقوم مدخلها سكان على الكمبيوتر. بعد كده اعدل فيها مثلا، لو حاجة انا مش عارف اعدلها بايدي ممكن اعدلها بالجهاز. ده برضو حاجة حلوة جدا فيه، يعني ناس كتير أوي بتقوم مستخدمها فيه. وبرضو ممكن أضيف يعني تأثيرات خاصة زي المرشحات أو الفلترز زي ما بعض الناس بتقول مثلا. فهو بجد برنامج يعني مهم جدا، وممكن بالبرنامج ده أنقل برج إيفل أحطه جنب الأهرامات عادي جدا يعني، وذلك هيكون بشكل طبيعي أوي يعني. وممكن برضو في ناس ممكن في الفوتوغرافيا مثلا او كده، ممكن الناس بتزيل اللي هي يعني ايه تجاعيد الشيخوخة مثلا او كبر السن من الصورة مثلا، او يعني احسن الشكل، احسن الصورة كده يعني. او لو الالوان باهتة يعني، او اخد الشخص احطه في خلفية كده يعني، كل ده ممكن بالبرنامج. فانا ممكن اعمل بيت يعني تصميمات، نقوش، الوان، وليه قدرة يعني هائلة جدا على ان هو يعالج بالصور بكفاءة عالية جدا، لان في عدد كبير جدا من الادوات اللي بتوفر للمستخدم ان هو يعني يعدل، سواء كانت صورة عادية، صورة هو عاملها، صورة واخدها بالسكانر كده يعني. فما فيش حدود او نهاية للفوتوشوب ممكن يعني يعمله، تمام. طيب نيجي بقى مثلا مين اللي بيستخدم برنامج الفوتوشوب. هو اللي بقى يعني يستخدمه اللي اغلب الناس مثلا اللي شغاله في الدعايه والاعلان او التصميمات مثلا، او لو مثلا ويب او كده، برضو لو عامل انت صفحات نت او كده، او الطباعه، او انك تعمل رسوم متحركه، وطئات متعدده كده يعني. فده برضو اللي بيستخدمه. طيب الفوتوشوب بيعمل ايه؟ سؤال برضو ممكن احنا نطرحه ونشوف. طيب هو الفوتوشوب مثلا بيحاول يعدل الصور الفوتوغرافية، او بيستخدم ان انا يعني اظبط صورة يعني قديمة عندي، او ازيل فيها خدوش او بقع او مثلا تجاعيد كده، او ان اشيل محتوى صورة واضيف شيء تاني. يعني لو الصورة مش عاجباني مثلا، صورة زي اللي عندي اللي خلفية دي مثلا، ممكن اشيل الشخص ده واقوم حاطط مكانه شخص تاني، او يعني مثلا ممكن احط جنبه شخص تاني وتبقى الصورة عادية جدا طبيعية. او انا اضيف يعني ايه تأثيرات، او مثلا لو كانت مرسومة ولا حاجة ممكن اعمل لها تأثيرات تانية
فاهمين ازاي، او اعمل صورة اطبعها او احطها في كتب او في مجلة مثلا. والفوتوشوب يعني بيستخدم كتير جدا في اللي هي يعني مجلات برضو في الصور والجرايد عشان يحاول يعمل النص مع الصورة. وبرضو ممكن استخدمه للويب، يعني اعمل صور الويب او اعمل يعني الميديا بتاع صفحة النت مثلا، او اني اكتب على يعني على الصورة زي ما انتوا شايفين كده، اكتب عليها او اعمل فيها اللي انا عايزه يعني. تمام، دي كانت مقدمة بس بسيطة كده عن الفوتوشوب، وان شاء الله يعني يا رب يعجبكم وتبدأوا في المجال ده ان شاء الله. وشكرا.